السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ انا رجعت لكم عاوتاني. فرج معايا، شوفوا معايا الشتا. الشتا 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 اليوم في العشية الحقيقة كان الصباح كان زوين. دابا كاين الشتا. كتمشي تعاد بنتي ساليت شي شغالات عندها، ودابا طالعه للدار. بغيت عاد نتحدث معكم. شفت واحد الفيديو اليوم ديال سيدنا الله ينصرو، ديال الملك. كان واحد الواحد كان مشى باش، كانت يمكن كان الجمعه، داك الفيديو كان الجمعه. واحد الواحد داروا يعني قالوا قال يعني قالوا مشطي كيسكن في قنيطرة، عنده 25 عام، فلاح، انزل للرباط. منين عرف الملك دايز نزلت الرباط، واش كاين شي مشطي خوتي كيشري جوج قراعي ديال الغاز كيعمرو بالغاز ويدير فيهم الشرويطة ويشعلها ويعرف الوقت ديال الملك ديال سيدنا دايز ويلوح القراعي؟ ها يعني هذا يمكن قبل، هذا قبل يمكن داو دخلوه للسبيطار، يمكن هذا دخل السبيطار، لأنه من المستحيل مستحيل إنسان غيكون مسطي بهالطريقة بهالطريقة وغادي يفكر، غادي يكون عنده هاد التفكير يعمر جوج قراعي ديال ليسانس ويدير فيهم شرويطة، ومنين يكون دايز سيدنا من طريق يشعلها ويلوحها. هل يعقل؟ هل يعقل؟ هذا يا داهر دخلوه للسبيطار قبل، دخلوه عالجو، دقولي براوات، قيدوه في السبيطار ديال المسطين، عطاو الدوايات باش تلاتة شدوه. غادي يقولوا هاد راه عدو راه كان مسطي، ولكن لك كنتي مسطي فعلا خاصهم يدخلوك عاوتاني للسبيطار ويدقوا لك البراوات ويعطوك الفانيد حتى تسطى ديال المعقول، حتى تسطى ديال المعقول. هادشي راه قلنا عليكم قبل منين طلعت هو وبدات كتسب في سيدنا الله ينصرو، قالت لي انت حكار وما داروا معاها والو. راه قلنا لكم مازال اخرين غادي يطلعوا، مازال اخرين غادي يطلعوا، لانه هو ما دعاها حد. لانه هو ما دعاوهاش الجمعيات، حتى واحد ما قرب لهوهو. داكشي علاش ما تشداتش، اما كنت شدات هوهو كانت بزاف ديال الحوايج غيتبدلو، ولكن عاد زايدين بكتر، عاد زايدين. راه ما يمكنش انسان غيكون مسطي، غيكون مسطي. حنا راه عارفين كاين المسطين كيلبسو الكومبليات كيديرو الكرافاتات، وكاين حتى مسطيات الا شفتيهم ولا شفتيهم دايرات الماكياج بحال هيام، كتقول هاد الانسان بعقلة. ولكن الطريقة
اللي باش دار بيها جوج قراعي عمرهم بليسانس، هاديك ماشي خططته هو، هاديك ماشي خطط واحد الانسان مسطي. لانه الانسان المسطي راه قلنا لكم ما كيعرفش ياكل اش من ماكله كتعطيه، اش من ماكله كياكل اللي عطيتيها ليه كياكلها مسطي، ولا ما لبستيش وما عومتيش، ما كيعوم ما كيلبس، كيلقى بديك الطريقة كيف ما هو. فهمت أخوتي؟ هذا الشي حد اللي دار لي داك الشي وعطاه. واش المسطي عارف الوقت ديال الملك اش من ساعة غادي يدوز؟ عارف الملك اش من ساعة غادي يدوز؟ الا المسطي ما كيعرفش سيدنا اي ساعة غادي يدوز. وجا من القريطرة، جا حتى الرباط، واش كان عارف سيدنا الله ينصرو غادي يمشي يزور جدو؟ المسطي ما كيعرفش، ما كيعرفش تمو، ما كيعرفش تباه، ولكن كيعرف سيدنا غادي. شفتو فين كاين اللعب؟ فين كاين اللعب؟ هذاك راه داو خطاو ليه وصوبوه وقادوه، وراه في راه فعلا راه كله دابا كله المغرب غادي يطلع مسطي. يعني دير مصيبة، دير مصيبة وقول لهم أنا مسطي كناخد دواء. يعني دير مصيبة وديري مصيبة وقولي كناخد دواء، وقول كناخد دواء راني مسطي، ونجيب وراق من عند السبيطار ونقولوا حتى حنا راه مسطيين. وخوتي هذاك المغرب راه مابقى باغي ينزل له حد، لانه المغرب فيه السيبه، المغرب ولا فيه السيبه، يعني المغرب راه عمر بالمسطين. يعني المسطي ما كيديروا ليه والو، يعني مرفوع عليه القلم، يعني المسطي مرفوع عليه القلم، ما عندهم ما غادي يديروا ليه. دان المغرب، خليه المغرب ما بقى مغرب، لانه ما بقاش فيه المحميه، ما بقاش واحد الانسان غيتحمى فيه. اي حاجه وقعت لك ما عندك ما غدير، ما عندك ما غدير، مشالك وجهك، مشات لك رجلك، مشالك راسك، قتلوك، ما عندك ما غدير. بحال دابا هاد الواقعه اللي وقعت لسيدنا، جاو يشوفو قالو راه مسطي، داو يتعالج. منين غادي يتعالج غنشوفو شنو غادي يديرو معاه، يا غادي يعالجوه يا غادي يكملو عليه بالتسطية. هادشي اللي كاين اخوتي، لأنه واعر هادشي اللي ولا في المغرب، ولات فيه السيبة بزاف. أي واحد توقع ليه شي حاجة اخوتي، ما عندنا ما ناخدو منه، غتبقى معوقبك طول عمرك، ولا غتبقى معوقب طول عمرك. بلادنا زوينة ولكن اخوتي بعد الناس خايبة، بعد الناس مجرمين. خليتكم على خير اخوتي، وفكروا فيها مزيان. هاد الانسان يعني جاي من القنيطرة حتى للرباط، من القنيطرة جات الرباط، يا غري عجيبة عجيبة. هادي إنسان مسطي وخدام، مسطي وخدام، ومنين عرف سيدنا نازل غادي يزور جدو الله يرحمه، المسطي
ناض عمر جوج قراعي ومشى. هل يعقل؟ هل يعقل الناس بحال واش بصح؟ واش بصح المسطي عندكم بحال؟ واش بصح المسطي هكا؟ واش المسطي واش فعلا المسطي كيفكر بهذه الطريقه؟ واش فعلا المسطي كيخطط؟ ها قولوا لي وكتبوا وقولوا واش المسطي عندكم كيدير هذا الشيء. كتبوا قولوا واش عندكم المسطين عندهم هذا الشيء كيديروا وكاين المسؤوله ومنين هو كيفكر في هذا التفكير كامل وعندو هذا العقل. هذا العقل يعني راه ماشي مسطي، يعني انسان بعقله، يعني انسان بعقله محسن شعره محسن لحيته لابس القميجه ديال الكرافات. المسطي راه ما كيكونش محسن، المسطي ما كيكونش محسن وجهه، فهمت اخوتي؟ خليتكم على خير وفكروا فيها مزيان، كل واحد يرد باله، يرد باله من هاد المصايب الكحله اللي ولات، اللي ولات في المغرب، ولات السيبة. يعني كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين، والانسان ما غيكونش مغفل، عارف واحد البلاد فيها الاجرام ويغامر وينزل ليها، عارف واحد البلاد فيها الاجرام ويغامر وينزل ليها. يعني اي حاجه وقعت لك ما عندك ما غتصوري، ما عندك ما غتصور. كيقولوا مسطي، والمغرب كله غادي يطلع دابا مسطي. اي مصيبه وقعت في المغرب غيقولوا راه مسطيين، مسطي كياخذ البانيك. خليتكم على خير اخوتي، يلا باي باي.